قولوا بسم الله يا ولاد. بابي. نعم يا حبيبي. هو النهاردة آخر يوم فطار؟ ليه أنس بتقول كده؟ علشان ده آخر يوم في رمضان، فده آخر فطار في رمضان. آه. وبكرة العيد. صح، النهاردة آخر يوم فطار عشان النهاردة آخر يوم رمضان. أنتوا كنتوا شاطرين جدا السنة دي وصمتوا لحد العصر، السنة الجاية هيكون كبرنا وصمنا لحد المغرب. أوكي؟ إحنا أخيرا كبرنا وهنعرف نصوم. أيوة، عشان أنتوا بقيتوا شاطرين. على فكرة بقى، أنس كان بيشرب مية قبل العصر. لا على فكرة ما كنتش بشرب مية والله. على فكرة بقى أنا كنت بشوفك. خلاص بقى كفاية خناق، أنتوا أصلا لسه صغيرين. طب يلا يا أولاد، يلا يلا كلوا بطلوا منكفة. انت رايح فين وايه الشنطه دي؟ شنطه كده يعني فيها شويه هدوم ليا. ليه؟ احنا مش المهله اللي ما بيننا خلصت باين ولا ايه؟ ايوه. طيب وعلشان ما تقوليش ان انا برجع في كلامي ونقعد نتخانق مع بعض، ف هقعد عند بقى حاج وهبه وصابرين شويه كده لغايه ما العيد يخلص وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اه كل سنه وانت طيب. انت طيب بس على فكره عادي، يعني تقدر تقعد معانا هنا في البيت عشان خاطر الولاد ما يتأثروش وكده وبعد العيد نتطلق على طول. لا لا يعني كده احسن. هقعد عندهم لغايه ما العيد يخلص وبعد كده نعمل اللي انت بتقولي عليه. ف طب مش عايزة حاجة. سلامتك، مع السلامة. باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.